تمام والله ما غيرت. أنا اسمي يوسف علي عبد النبي ده حلو. نمرة يا. أنا يوسف علي عبد النبي ده حلو. تابع لغوات الدعم السريع. من نمرة 50-16-42-63. جيت السوق جاي سامع بتكلم عن الدعم السريع. أصلا أنا خشيت الدعم السريع ده كان أصلا أبوي كان ما راد يخش الدعم السريع. وأنا خشيت هو ده لأننا قاعدين بيحاربوا في أخواننا في القوات المسلحة. احنا غطينا بنادقنا وجينا جنوب سلمنا للقوات المسلحة. نتمنى لأية أخو زينا سالم حضر الصوت سالم جناب سليمان ناس زكريا تجلس إنه والله معاملة سمحة جدا مرة واحد معاملة سمحة بشتى سمحة مرة واحد ما زي ناسنا ممكن يمسكوك يقتلوك ممكن كان جاري انت منهم زادي منهم مثلا لبست ملكي ماشي ممكن يضربوك. لكن الحمد لله نقول اخواننا في القوات المسلحه ما قصروا معانا والله العظيم. اهو ده جينا سلمنا لهم وفكونا وقاعدين في الاسواق الحمد لله ما في عوج. يا جماعه نحن جينا سلمنا جماعه من قوات الدعم السريع نحن دفعه 12 المهم جينا لاخواننا القوات المسلحه سلمنا والله معاملتهم معانا سمحه اكل وشراب وهي وسع علونا والله الحمد لله. لا في السوق اكل شراب سوق اهل اي حاجه مواطنين ماشيين احنا ذات كلنا يعني وضعنا سمح اخر من يكون اخواننا بس الدعم السريع معاملتهم معانا صعبه شويه لو اللي استمر في طالع بالليل ذات ممكن يضربوك لو لقوك يضربوك عادي صغيره هي عادي. لكن الحمد لله يعني لقينا الوضع جاهز ونتمنى لاخواننا اللي هم في الدعم السريع اي زول يعني يظبط يجي يسلم نفسه ويا هو الوضع يا هو نفسه وضعنا الحمد لله.